أخيرا أيها الإخوة، صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. نفسي واحد يجي يقول للتاني صلوا لي، بس مش صلوا لي علشان أخف ولا علشان المشاكل اللي عندي تتحل ولا علشان الضيقات تنتهي ولا علشان الرغبات اللي عندي تتحقق. لا، ده بيقول صلوا لي من أجل أن كلمة ربنا تنتشر، تدخل في حياة الناس. مين اللي بيصلي من أجل الموضوع ده؟ ده احنا كل صلواتنا بنركزها علشان فلان يخف، عشان فلان يعيش، عشان فلان يعرفش يتحقق له ايه. لكن هو بيطلب نوع من الصلاة من اجل انتشار الكرازة وعمل الله، من اجل ان كلمة ربنا توصل في كل مكان. واللطيف هنا ان بولس الرسول بيطلب دور من العلمانيين. احنا بنقول الصلاة دي شغلة الكهنة او الكليروس، لكن لا، ده هو هنا كقائد للكنيسة بيطلب صلوات اعضاء الكنيسة او العلمانيين اللي موجودين في الكنيسة. صلوا عني. مش عارف بيزعلوا ليه لما بنقول للعذراء صللنا او بنقول للقديسين صللنا. اذا كنا بنقول للبعض نصلي البعض، يبقى ما نقولش للعذراء صللنا وما نقولش لماري جرجس صللنا. اذا كان هنا بولس الرسول نفسه بيقول صلوا لي، يطلب صلاة الناس العاديين، يبقى ما يطلبش شفاعة الناس القديسين او صلوات الناس القديسين. فهنا بيقول لهم صلوا ان كلمة ربنا تجري. تجري يعني تنتشر بسرعة وبدون عائق، وتندفع بقوة ناحية كل انسان. كم هو محزن جدا ان احنا ما بنكونش بنصلي بس علشان كلمة ربنا تجري، لكن عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة بنكون معطلين ان كلمة الله تجري في حياتنا وفي حياة الاخرين. لما بنعطل الناس التانيين عن انهم يسمعوا كلمة ربنا وينشغلوا بكلمة ربنا. لكن الناس اللي بتحب فعلا كلمة ربنا بتصلي ان كلمة ربنا تجري وتنتشر. ولكي ننقذ من الناس الارذياء الاشرار، ويقصد بيهم بولس الرسول في هذا الوقت جماعة اليهود اللي قاموا، لقوها في سفر الأعمال صح 17، وجروا ياسون. ياسون ده اللي كان مضيف لبولس الرسول وسيلة وتيموساوس في مدينة تسالونيكي، وقعدوا يدبروا مؤامرات كتيرة من أجل إن هم يعطلوا انتشار كلمة ربنا. عشان كده كان محزن جدا ان بولس الرسول يقول انتوا صلوا من اجل ان كلمة ربنا توصل للناس، ما يكون تصرفنا احنا معطل لكلمة ربنا في حياة الناس ونضيع على الناس كلمة ربنا. ولكي ننقذ من الناس الاشرار الارضياء، لان الايمان ليس للجميع. ودي آية حيرت الناس كتير. يعني ايه الايمان ليس للجميع؟ يعني هو ربنا لناس ومش لناس؟ او كلمة ربنا تتقال لحد وما تتقالش لحد تاني؟ الايمان ليس للجميع بمعنى ان مش الكل هيصدق، ومش الكل هيقبل، ومش الكل هيتفاعل مع كلمة الله. لكن كلمة ربنا بتقدم للكل، لكن مش الكل هيتفاعل. في اللي قاعد سرحان، وفي اللي نايم، وفي اللي قافل، في اللي مش عايز، وفي اللي متجاوب، وفيه وفيه وفيه. الرياكشن بيختلف من واحد للتاني. عشان كده بولس الرسول مش بيقول ان الكلمة هتوجه لناس وناس تانية، لا، للكل. لكن الايمان تصديق الكلمة ده مش للكل، مش الكل هيصدق. امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. وينظر لربنا ان ربنا هو الامين اللي يقدر يحفظنا ويثبتنا ويقوينا لحد ما يجي يلاقينا مستعدين لمجيئه مرة ثانية. فالله هنا البادي، والله هو المستمر، والله هو الحافظ. ونثق بالرب من جهتكم انكم تفعلون ما نوصيكم به.
ان انتم هتعملوا اللي انا قلتلكم عليه من جهة استعدادكم لمجيء ربنا، وستفعلون ايضا. وبعدين يقول لهم آية جميلة قوي قد ايه احنا محتاجينها، والرب يهدي قلوبكم الى محبة الله والى صبر المسيح. يهدي قلوبكم يعني يرشد القلب من جوه ويقود القلب الى حاجتين مهمين جدا، الى المحبة والى الصبر. وهم دول الحاجتين اللي محتاجينهم يسندونا في حياتنا وفي انتظارنا لمجيء السيد المسيح. محبة الله يبقى عندي وعي حقيقي واحساس حقيقي بيها ان الله بيحبني، زي من كام آية قال المحبوبون من الله. دي عايزة وعي. وعي يعني ايه؟ يعني احساس فعلا ان ربنا بيحبني، ان ربنا زي ما بيتخيل الانسان كده شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، ربنا شايلني بايد ومحوطني بالايد التانية، شايلني رفعني لما بكون تعبان وعايز اتشال بايد، وبالايد التانية محوطني بيحميني. ده محتاج الى الاحساس ده هو عشان يقدر يثبتني لحد ما هو يجي ان ربنا بيحبني. يبقى عندي هذا الوعي اني محمول واني محمي. محبته الامينة اللي ما بتتغيرش وما بتتبدلش، محبته الدايمة ان الله يحبني. والقلب ما يهداش الا اذا لقى حد يحبه فعلا. القلب ما بيهداش الا اذا لقى حد بيحبه. عشان كده قدام كل واحد منا فرصة انه يهدي قلبه ويريح قلبه ويطمن قلبه بمحبة ربنا الأمينة اللي ما بتتبدلش وما بتتغيرش. وإلى صبر المسيح. لانتوا لو قعدتوا تتفكروا قد ايه صبر المسيح ويعني ايه صبر المسيح. صبر يعني انتظار وطول أداء، حتى لو كان في جهاد، حتى لو كان في تعب. ساعات الانسان بيقولوا بيفقد صبره، بيفقد صبره بمعنى انه مش قادر. بقى لما يشعر الانسان انه مش قادر على كفاح الحياة ومش قادر ان هو يعيش ومش قادر انه يحقق الرغبات ومش قادر انه يتغلب على المخاوف ومش عارف يمشي ازاي، اسمعوا تعبير عجيب، يقول لك فلان او فلانة جاله انهيار عصبي. يعني ايه انهيار عصبي؟ خلاص مش قادر، فقد القدرة على التحمل، مش قادر يواجه الحياة. لكن الانسان اللي ليه صبر المسيح ما تحصلوش دي، لان المسيح بينما يرزح الاخرون تحت ثقل وتقل الحياة وهمومها واحتياجاتها، الانسان المسيحي المسيح بيديله قوة انه يقوم يشيل همومه اتعابه ويشيل كل المضايقات اللي موجودة في حياته ويشيلها على كتفه ويمشي بيها متحمل منتصر. لما قال للانسان المفلوج قوم احمل سريرك وامشي، مش بس انك تقوم لكن ده انت تشيل وتمشي. عشان تقدروا تعرفوا مدى صبر المسيح، المسيح صابر علينا بقاله قد ايه؟ منذ بداية خلقة العالم وحتى نهاية الظهور، والمسيح صابر مستني. فالمسيح صبره بلا حدود، وقوة انتظاره وتطلعه بلا حدود. عشان كده اذا كان الانسان صبره قليل وصبره نافذ وعايز كل الامور تخلص بسرعة وكل حاجة عايزها بسرعة، فهو محتاج ان ياخد قوة الصبر دي من المسيح. عشان كده المسيح قال بصبركم تختنون ايه؟ انفسكم. وكل ما الانسان ياخد مقدرة على التحمل ومواجهة الحياة مش بقوته لكن بقوة المسيح اللي فيه، بقى كل ما الصبر ده يبقى له معنى ويبقى له قوة ويبقى له رجاء. عشان كده بيصلي ويقول الرب يهدي قلوبكم لمحبة الله
انكم تتمتعوا بمحبة ربنا وتستريحوا فيها، وايضا تاخدوا قوة من صبر المسيح وتعيشوا هذا الصبر. ثم نوصيكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني بلا نظام، بلا تقليد، بلا طقس. الناس اللي عايزة تعيش وتقول حرية مجد اولاد الله بمزاجها بتبلطن، لكن لابد من تنظيم، من ترتيب للحياة، وليس حسب التعليم، حسب تعليم الآباء، حسب تعليم الرسل الذي أخذه منا. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. ما سلكناش بلا نظام بلا فوضى، لكن سلكنا بحكمة وبتدبير. ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. في الرسالة الأولانية لما قال لهم إن مجيء ربنا قرب عملوا إيه؟ بطلوا وسابوا الشغل وكل واحد قعد ساكت. طب وبعدين هيعيشوا منين؟ الكنيسة بقوا حمل على الكنيسة، الكنيسة لازم تعولهم. قال لهم لا، احنا ما كناش كده، ما كلناش وشربنا مجانا، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نفطل على احد. وكان بولس صاحب المبدأ الشهير في الخدمة ان محدش يعيش متطفل على الخدمة او ياكل من الخدمة، لكن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. عشان ما يتقلش على حد يقول ليس ان لا سلطان لنا، لكن لا لينا سلطان، لان خادم المذبح من المذبح يأكل، بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. وهنا الاية دهية بتدعو كل واحد فينا انه يشتغل، ومعنى الشغل انه يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية نفسه، يتحمل مسؤولية الآخرين اللي معاه، يتحمل المسؤولية تجاه الله. الإنسان المسيحي إنسان متحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، ما هوش إنسان زي ما بيقولوا اللهوي أهو عايش على التانيين متطفل وكله بداعي المحبة أو يعني بداعي القداسة. لكن إنسان المسيحي الحقيقي اللي يعرف ربنا واللي عايش في علاقة حقيقية مع ربنا لازم يقوم بعمل ايديه، يشيل نفسه ويشيل الاخرين اللي مش قادرين يشتغلوا. عشان كده حتى في الرهبنة في حياة التكريس لازم الراهب يشتغل شغل ايدين، ما يعيش على معتمد على الصدقات. فاننا ايضا حين كنا عندكم اوصيناكم بهذا، انه ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا. اللي مش عايز يشتغل ويتحمل مسؤولية تجاه نفسه وتجاه الاخرين يبقى ما هوش مستحق الاكل. فمعنى انتظرنا لمجيء السيد المسيح ومجيء الملكوت هو احنا نمارس كل امورنا بهدوء ونعيش ونشتغل، ولكن لا الشغل يلهينا عن مجيء ربنا ويعطلنا عن استعدادنا لمجيء ربنا، ولا احساسنا بالمجيء يبطل فينا او ينهي فينا احساسنا بالمسؤولية تجاه العمل الملقى علينا واستعدادنا لهذا العمل. لاننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. عارفين اللي ما بيعملش حاجة ما وراهوش غير ان هو ايه؟ يتكلم، والكلام الكتير يجيب مشاكل. فالناس الفاضية، الناس الفاضية اللي ما بتعملش حاجة، اللي مش مشغولة بحاجة، بتعمل مشاكل نتيجة فراغها. فحذرهم من ان هم يعيشوا كناس فضوليون. الانسان اللي ما بيشتغلش فيعمل مشاكل. الكنيسة
اللي فيها مشاكل كتيرة اعرف ان ما فيهاش شغل، والبيت اللي فيه مشاكل كتير اعرف ان ما فيهوش شغل، والمجتمع اللي فيه كلام كتير اعرف ان ما فيهوش شغل. فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح ان يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز انفسهم. يشتغل والانسان يشتغل في هدوء، في عدم قلق، في عدم اضطراب، ويأكل الخبز بتاعه. اما انتم ايها الاخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. حطوا خط تحت الآية دي لأنها جميلة جدا، اوعى تفشل في عمل الخير. طب امتى الانسان بيفشل في عمل الخير؟ ساعات الانسان يعمل خير لانه متوقع انه يلاقي تكريم او مديح او محبة تجاه الخير اللي عمله، ويوم ما يلاقيش مديح ويوم ما يلاقيش شكر للخير اللي عمله يعمل ايه؟ يبطل يعمل خير، فشل في عمل الخير. لكن هنا انت اعمل الخير للخير، ما تفشلش فيه. ساعات الانسان يقول دول مش مستحقين، دول ما بيقدروش، دول ما يعرفوش. يعني في موقف من المواقف كنا بنخدم في خدمة فقراء، بعدين بنروح نوزع والناس قاموا وهاجوا علينا وقعدوا يتخانقوا وعملوا مشاكل كتير. فكان القرار السهل، خلاص ما احناش نازلين موزعين عليهم ايه حاجة. بعدين جت الآية دي بمنتهى القوة، لا تفشلوا في عمل الخير. مش معنى ان الناس ما استجابتش او الناس ما قدرتش او الناس ما تفهمتش انك تبطل خير، انك تبطل حب للناس، انك تبطل عطاء. قيسوا ده على كل المستويات، على مستويات خدمة الكلمة، ناس مش مقدرة الكلمة اللي بتتقال، نبطل وعظ؟ لا، هنقول حتى لو سمع واحد، حتى لو ما سمعش حاجة. هنروح استقاد، ما نفشلش في عمل الخير، هنمشي بأمانة. يوم الانسان يقول في الشغل انا حاولت ان انا امشي بأمانة ولقيت ان اللي ماشي بأمانة مش عارف يمشي او مش عارف يسلك اموره، اوعى تفشل في عمل الخير، استمر في الصح. اللي مستني مجيء ربنا يستمر دايما في الصح ويمشي باستمرار في الصح. اوعى تقول مشاعري وعواطفي عايزة تشبع باي طريقة ومش لاقي غير الغلط اللي يشبعهاني. اوعى تفشل في عمل الخير واوعى تفشل في عمل الصح. فعشان ما نفشلش في عمل الخير لابد ان احنا نكون ثابتين في المسيح، زي في اول آية، اثبتوا في المسيح وامسكوا في المسيح. ثباتي في المسيح يجي عن طريق الصلاة اللي انا بصليها كل يوم، ثباتي في المسيح يجي عن طريق الكلمة اللي انا بقراها كل يوم، ثباتي في المسيح يجي عن طريق ان انا اخد جسد ودم المسيح اتحد بيه. من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، ومن غيره ما اقدرش اعمل حاجة، ومن غيره ما عنديش قدرة اني امشي صح، ومن غيره هفشل في عمل الخير. عشان كده الانسان اللي بيفضل ثابت في المسيح، حياة الشركة دي هي كل حياتنا. معنى الصلاة ايه؟ ان انا بشترك مع ربنا. ايه حياة الشركة؟ بكلمه وبيكلمني، بصلي له وبقرا في الكتاب المقدس، بتحد بيه، بصير انا وهو واحد من خلال تناولي في جسد ودمه. كل دي حياة الشركة اللي بتثبتني فيه. زي ما قلت لكم في الاول خالص، مش هقدر اقابل ربنا الا بربنا. احفظوا الكلمه دي، مش هقدر اقابل ربنا الا بربنا، مش هقدر اخش في المجيء الثاني الا بربنا نفسه. عشان كده لازم اعيش مع ربنا كل يوم، لازم اثبت فيه كل يوم،
عشان لما يجي اليوم اللي انا مستنيه اكون اخد عليه وعارفه وماشي معاه. ان كان احد لا يطيع كلامنا بالرب بالرسالة فسموا هذا. سموا هذا يعني ميزوه، حطوا عليه علامة، افرزوه. اللي مش عايز يسمع ويقطع، ولا تخالطوه لكي يخجل. ومعنى المخالطة هنا هدفها انه يحس انه غلطان، مش هدفها الاحتقار او هدفها الغضب، ان احنا فرزناك ومش هنطلطك لانك مش مستحق او لانك وحش. لا، عشان تعرف ان اللي انت ماشي فيه ده ايه، غلط بالسليم. لكن بيقولوا انتوا بتعملوا كده اعملوه بروح المحبة، لكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كايه، كاخ. مش بغضب بتعاملوه او باحتقار بتعاملوه، لكن بحب بتشدوا عليه. ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما. رب السلام اللي هو رئيس السلام، منشئ السلام، يديكم السلام دايما. عشان كده الانسان اللي منتظر مجيء ربنا انسان يحيا في حياة هدوء، في حياة تناغم، في حياة استقرار، متمتع بالسلام اللي بياخده من رب السلام. يعطيكم السلام دائما من كل وجه، من كل ناحية، السلام النفسي والسلام الروحي والسلام الجسدي بأبعاد الإنسان كلها. سلام بينه وبين الله، سلام بينه وبين الناس، سلام بينه وبين نفسه. يديكم سلام من كل جهة، سلام بينه وبين الطبيعة، سلام بينه وبين الخليقة، سلام بينه وبين الكون. يبقى السلام ده عامل تناغم واتفاق وراحة في حياته. السلام ده هو أجمل عطية، هو علامة في كل رسالة. وكان بولس متعود ان في حد بيكتب له رسالة لكن يجي هو يمضي بخط ايديه على الكلام ده هوت. فبيقولهم انا اللي كتب لكم كلمة الرسالة دي او كلمة السلام ده بيدي، الذي هو علامة في كل رسالة، الامضة بتاعته او الاكلاشيه اللي بيحطه. ده في رسالة من الرسائل مثلا زي غلطية يقول لهم انظروا ما اكبر الحروف اللي انا كتبت لكم بيها او مضيت بيها، لان مضى اسمه بخط كبير قوي كعلامة ارتباط وثيق بيهم. هكذا انا اكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، امين. والنعمة دي تلك العطية المجانية مع السلام، ذلك التناغم والهدوء، اعظم عطيتين الانسان محتاجهم. حياته تبقى فيها سلام، وان حياته متمتع فيها بعطية النعمة. ظل الله بيصنعه في حياتنا وفي حياة كل انسان ينتظر هذا المجيء. عشان كده الرجاء العظيم اللي لينا في مجيء السيد المسيح بيعلنه لنا ان لينا مجد في هذا المجيء. وفي نفس الفكرة ازاي نعيش الحياة التي نستعد من خلالها لمجيء المسيح. يبقى الرسالة دي مضمونها كلمتين، المجد اللي لينا في مجيء المسيح، وازاي نعيش مستعدين في الحياة اللي احنا عايشينها دي لهذا المجيء. لمحنا في الاصحاح الاول ان في بيئات في حياة الانسان، ولكن الضيقات دي مش صعوبات، عوائق، لكن تؤهل وتدعونا للراحة الحقيقية. وتكلمنا عن مانح الراحة اللي هو السيد المسيح. في مجيء ثاني للمسيح بتعلنه الرسالة ده، هي يجي بالنصرة الكاملة، نصرة الخير على الشر، نصرة الله على ضد المسيح. عشان كده ما نقلقش وما نخافش وما ننزعجش ولا نرتاع ولا نتزعزع، لاننا مستعدين ومنتظرين لهذا المجيء. واذا كان في تزايد للشر في العالم فالله هو المهيمن،
على الموقف وهو المنتصر اخيرا. لكن لابد من ان احنا نعيش الصح للنهاية، نعيش الحق للنهاية، علشان يبقى لنا مجد ربنا يسوع المسيح. ده اللي مقصود بالرسالة اللي بعتها بولس الرسول لأهل تسالونيكي، ودي كانت من أول الرسائل اللي كتبها بولس حوالي سنة 52 ميلادية، وكان فيها الإحساس بمجيء المسيح قريب جدا جدا، نتيجة إن الناس دي عاشت من مع ربنا وقربت منه. عشان كده يا ريت إن موضوع مجيء المسيح ده بالذات يبقى له نصيب واهتمام في حياتي، عشان ما يبقاش شيء مقلق او متعب او مخيف، لكن يبقى شيء محبوب وشيء مطلوب وشيء مرغوب. كوني اني اعي ان ربنا بيحبني، وكوني ناخد قدرة على الصبر والانتظار، ده شيء يسندني من خلال السلام والنعمة اللي ربنا بيدهم لي، ان انا اكمل لحد ما اقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. عشان كده ارجو ان احنا حتى لما نرجع نعيش حياتنا الطبيعية، افتكروا ان احنا مش ممكن نقابل ربنا الا بربنا نفسه، وعشان ربنا يبقى معايا لازم انا اكون معاه وعايش معاه. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ هو بالنسبة لينا احنا الغلط في التطبيق، مش الغلط في الطقس نفسه. الغلط اللي عندنا ان ساعات بنحول الوسيلة الى هدف، ده مش عيب في التطبيق، ده عيب فينا. يعني مثلا فضل ساعات احول طقس الصلاة الى هدف، ان انا اصلي بطريقة معينة ده يبقى هدف، وشي للشرق، ايديا مرفوعة، شويس نيمان كريا ليسون، ده يبقى الهدف ان انا اادي كده. ده غلط. الهدف هو ان انا اكلم ربنا. لو انا حاطط ان الهدف ده قدامي صح، ان انا اكلم ربنا، وفاهم ايه معنى الطقس، ان انا مودي وشي ناحية الشرق لان المسيح صعد من ناحية الشرق، والملاك جه قال ان المسيح سيأتي من الناحية دي، فانا مودي وشي ناحيته عشان مستعد له ومستنيه ومترقبه، يبقى وديت وشي للشرق نتيجة احساس حقيقي انا عايشه اني مستني مجيئه. يبقى الطقس هنا ساعدني ان انا اعيش الفكرة، يبقى الطقس هنا وسيلة. لكن يوم ما ودي وشي للشرق وانا قلبي وفكري لا يعرف ربنا ولا مستني ربنا، يبقى ايه فايدتها؟ ولا حاجة. عشان كده العيب مش في الطقس، الطقس سليم جدا، والانسان اللي يعيش الطقس بروح صح يترفع لاعلى مستويات الروح. عارف ازاي؟ لان الطقس ده صلى بيه الاف قبل كده ومشوا بيه. يعني تخيل انت بتصلي بعبارات او بترتيب ليه عمق على مدى ملايين من السنين، وصلوات رفعت، ده ناس اختبروها. فلو انا بصليها بالامانة وبالرغبة هاخد العمق القديم بتاعهم، ده هيتضاف ليا. لكن انا هصليها بدون فهم او هصليها بدون انتباه، فانا محروم من كل اللي فات ده، ما بعملش حاجة. يقولوا علينا ان احنا بنعمل عادات وثنية، لا طبعا، واحنا مش هم مش فاهمين واحنا مش فاهمين، عشان كده ما بنعرفش نعرف. لكن الكنيسة عميقة عميقة جدا في كل شكلياتها وفي كل طقوسها وكل اسرارها، عميقة جدا، بس اللي يدوق ويعرف حتى الحركات البسيطة. يعني نقول فلنشكر ونبوس ايدينا كده، دي حركة بنعملها لا ارادية طقس، لكن ايه معناها؟ بتبوس الناحيتين، الناحية اللي خدت بيها والناحية اللي ما خدتش ايه بيها. حتى لو ما خدتش يا رب انا ايه بشكرك. ما تيجي تسجد الكنيسة تعلمك تسجد وانت ضامم ايديك وعامل عليهم علامة الصليب. ليه ضم ايديك؟ دي يعني ان انت اخدت
وماسك في اللي انت خدته. ما هياش مجرد يعني ان انت بتعمل حركة وخلاص. ان يبقى الانسان فاهم هو بيعمل ايه. يقدر يعيش العمق ويقدر يختبر هذا العمق. لكن المشكلة ان الانسان ساعات يعمل من غير ما هو فاهم حاجة. فما بيحسش بقيمتها او بقوتها.